والله ده الشعب افتقر والمهنه لمت، الواحد يروح يشتغل مهندس كمبيوتر احسن. اهرابي اهرابي بتسرق بين العصايا المرصعه بالزلط الكريم. على فكره يا حاج انا هسيبك علشان نعمل احترام للشعرتين البيض اللي عندك دول. دول شعرتين بيض؟ دول شعرتين؟ انت ما بتعرفش تعد؟ دول شعرتين بيض يا دوق. عايز ايه؟ بقول لك ايه، ما تخلينيش اخرج عن اداب المهنه وزعل مني الهجمين. لو زعل الهجمين ليه يعني؟ وانا لو ما سبتكش هتعمل لي ايه يعني؟ بقول لك نزل ايدك لو سمحت يا حاج. مين اللي نزل ايدي؟ انت نزلت ايدي؟ خلاص خليها ولا يهمك. وانت لا ما رضنيش، ما رضنيش انت تزعل الهجمين. انا بقى اتصرف من غير ما تزعل حد. شيل ايدي العصايه. اه اهي ادي العصايه. ايه حق ايه؟ تعال. ايه اه حرامي حرامي. واسم الكريم ايه بقى؟ حفيدك الصغير رستم. رستم؟ رستم؟ في حرامي اسمه رستم؟ انت مش شايف يعني ان ده اسم غريب على حرامي؟ والله يا جدي اللي قدامك ده من سلاله العيله المالكه، بس للاسف بعد ما امموا نصيبنا في الاراضي ومحلج القطن وقناه السويس. قناه السويس؟ هم امنوها؟ امنوها؟ يا نهار اسود، ده انا ليا فيها فلوقه. فلوقه ايه؟ المهم الزمن دار بينا من اب الجد لغايه ما بقيت زي ما انت شفتني وضربتني كده حرامي. ولا يهمك خالص، ولا يهمك، لان بص حرامي ناجح احسن من كونستابل فاشل. المهم التوبه دي ملهاش معاد يا جدي، يعني انا الصراحه كنت ناوي اطلع حج بعد العمليه دي على طول. حتى بص بص ادي الباسبور والفيزا بتاعت السعوديه، انا حطيت كل فلوسي في الباسبور والفيزا واشتريت شويه سبح وجلاليب وساعه فيها بوصله، بس قلت اعمل عمليه اخيره كده اكفي بيها مصاريف البيت يعني. اه ايه ده؟ والبير حرامي؟ البير حرامي؟ الحمد لله. اه وانت يعني كنت هسافر تحج بقى وخلاص؟ يا خلاص يا ده انا هساعدك يا اطب، ده انت نويت ان انت تتوب توبه وانا هساعدك بقى. ربنا يخليك يا جدي، ايدك ابوسها. آه لا لا استغفر الله العظيم، لا استغفر الله العظيم. هذا الباسبور؟ لا الباسبور ده خليه معايا عشان هساعدك يا اطب، وليك عندي شغلانه. آه حاجه بقى ايه؟ آه يعني شغلانه زباله يعني. بجد؟ بجد يا اطب. كده كده الاريال ده بقى ايه يظبط ويلقط بقى اول ما يجي التلفزيون، اوصل الاريال على طول ويلقط بقى من الدش بتاع ام ميرفت ويلقط بقى الفضائيه المغربيه ويبقى كله تمام. حرامي يا ماما. ايه ده؟ اتقبض عليه تاني الفاشل الفاشل. هينجح امتى بقى؟ هيسرق امتى بقى؟ سمعتك خلاص. سمعت خلاص. حرامي يا ناس. خلاص عرفت ان انا حرامي مهدي بقى. الله الله الله. ولا ولا اوعى توقع التلفزيون ده على الارض، عليه اقساط، خليك تدفع الاقساط قبل ما تسرقه. وانا بقول لك اهو يا لص يا زق الفجر. قلت لك يا عادل ركب حديد على شباك المطبخ، ما سمعتش كلامي. انا دخلت من الباب عادي يا حاجه، ما تكلفوش نفسك. يا سلام، هتعمل لي فيها يعني؟ خايف على فلوسنا؟ ده انا هفرجك. حرام حرام يا عادل، من فضلك اسف. حرامي سنفتيك ورقه. ميرسي قوي يا فندم، ربنا يخليك. انتوا ايه هتقعدوا تسيروا مع الحرامي؟ بقول لكم ايه، كتفوه على ما اروح اجيب الواد رمزي واجيب شويه ناس كده اهو، نمسكوا نورين وعلقه قبل ما نسلموا البوليس. ما حدش يقول حرام. عادل يا حبيبي، ارجوك يا حبيبي، احنا مش في غابه، هو في بوليس وفي نيابه وفي محكمه استئناف. اه وفي محكمه الاسره اللي هوديكي ليها ان شاء الله. اسمعوا كلامي، كتفوه. ها ياسمين. نعم. عارفه القلم الجاف؟ اه. عايزك بقى اما يكتفوه تقعدي تغزيه في بطنه. ها حرام حرام. ممكن الريموت بس بعد اذن حضرتك. حرامي مسكت حرامي مسكت حرامي. فين الحرامي؟ فين الحرامي؟ مسكت حرامي؟ ايوه جدو. ايوه فين هو الحرامي؟ اهو يا جدو هنا. فين؟ ها ايه ده كده؟ اتفطسوا الحرامي. حرامي حرامي عليكم، حرامي عليكم. عشان ما يهربش يا جدو. يهرب وانا موجود؟ يهرب وانا موجود. طب ده انا بره بسكر حرامي ويلا قوموا قوموا قوموا. هرب عليكم. هيفلت منك يا جدو. مش هيفلش مش هيفلش. قوموا 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 قوموا. حرام عليكم، ده فتس فتس فتس. انت فين يا عم؟ انت فين يا عم؟
اوه يا حرامي، كنا جبت سيرت في حاجه. انا بسجلك انا بكره هبيسك يا حرامي. اهم جد الله يبارك لك، الشغلانه اللي انت جايبها لي دي تعبتني قوي. حرامي انت حرامي وجاي تسرق بنت حفيدي عادل سعيد الحيوان، حرام عليك. يعني هو عمل لك سرق ايه ده؟ تلفزيون يا جدو، التلفزيون 17 بوصه. ومين الحيوان اللي مسكه؟ انا يا جدو، انا اللي مسكته لوحدي. وانا اللي ساعدتها يا جدو. انت ما ساعدتيش، انا اللي مسكته لوحدي. يعني انتوا مسكتوه وانت ايه يا حرامي؟ حرامي يا جدو، عادل نزل تحت علشان يجيب العصايه والعصبه والناس اللي دمها حامي علشان يلقنوا الحرامي دانسن لن ينساه ابدا. دانسن هيلقنوه دانسن. ومعايا وبهايا عيني يا حرامي. اوب تعالى لو وتلقنوه درس ليه، وانا عدي عصايه فوق وعدي سبوره وهلقنوا درس عشان بره كنت في المغرب وفي ومسكنا البوليس. يلا يا حرامي يلا. يا جماعه انا عايز اعمل لجوء سياسي لكوبا، ما حدش معاه تليفون. جيفارا مات، اخر خبر في راديوهات. يلا يا حرامي يلا. الله يرحمه. طب كاسترو؟ طيب كاسترو ده وقت كاسترو وجيري ده وقت كاسترو. تعالى حرامي، ترى هبهدله. مانديلا؟ طيب حدش معاه تليفون مانديلا؟ وانت جاي تنف حسب مانديلا، حسب معايش مانديلا. تعالى نف معايا. طب غاندي؟ طيب مناظير بوتو، زوربا السوداني، اي حاجه يا اخوان. يلا حرابي كويس ان احنا مسكناه. خش يا حرامي كده خزلتني كده يا حرامي. يا جدو ده انت عليك احفاد ياكلوا الزلط، ده سناق دي ايديها تقيله قوي. سناق دي بقى انا هتقب منها، البنت دي على طول بتبوظ كل خططي. طيب كذباني دلوقتي، قاعد بتفرج على التلفزيون، بتفرج على الفضائيه المغربيه الفضائيه. ما تتفاهم معاهم، يدوك التلفزيون ده هديه وتخلينا نخلع احنا من المشوار ده وتتفرج على المغربيه دي براحتك. لا يا ناصح، بص الحاجه اللي بتيجي بالسهل بتيجي بالسهل، والحاجه اللي بتيجي بالسهل لا ما بيبقى لهاش طعم كده. طعم وانت هتاكله التلفزيون ده؟ ولا هو انت هتطلبت معايا انا حرامي وهتطلبت معايا وحرامي؟ ولا بص انا هغير الخطه، انت عرفت الخطه الاولانيه؟ لا خلاص انا هغيرها. انا مش فاهم انتوا ازاي تسيبوه؟ هو احنا يعني اللي هربناه؟ ما جدك قفشه من قفاه وطلع بيه على السطوح فوق بيعلمه الادب بيتضرب يا عادل. وفين بقيه العيله؟ فين بقيه العيله؟ دخلوا يناموا، اعتمدوا علينا يا عادل. اعتمدوا على حيطه مايله طبعا. احنا كان المفروض من الاول نبلغ البوليس. بوليس؟ ايه يلا ده؟ انت جايب لي حراميه يمسكوا الحرامي قد؟ ما هما بقى اللي هيفهموه بقى دول، انا قلت كده يعني. بص بقى دول، انا عندي راي في الموضوع ده، احنا بعد كده اي حد يمسك حرامي يقوم حبسه عنده في الاوضه ويتكفل هو بمصاريفه عشان ما نكلفش البوليس يا دوله بقى. يا سلام، انت صعبان عليك البوليس؟ يعني كده الحرامي هيبقى جاي له عقد عمل، يعني باب رزق بيتفتح له. بكده هنبقى استفدنا، لان احنا هنقدر نفرتر المجتمع من اللصوص، وكده هنعرف نعيش في المدينه الفاضله. صح يا رانيا. بص بقى يا دوله، انا هطلع لبابا سته علشان نفسي اشوف الحرامي ده بدل ما يموته. يا دوله نفسك اشوف الحرامي؟ اطلع له وبابا جده بقى يا سيدي، ده بقى ما بيفرقش، اكيد هيلوشك اتكل على الله. باي. في حاجه مريبه بتحصل. وبص بقى، اهم حاجه احنا هنخش، انت بقى هتروح على الشقه وعايزك تسرق الراديو بتاع العاب بيتي. ها بيتي، اسرق الراديو عشان ده بخف وزنه وعلي صوته يعني. وبص الخريطه، ودي الخريطه، هنا مصر وهنا هو لبنان عشان ده انتاج مشترك بين مصر ولبنان، وبعدين هنا هو امريكا، وهنا عند المطبخ، وهنا المطبخ، وانت داخل على المطبخ مالكش دعوه بالتلاجه، مش تقعد تفتح التلاجه وتقعد تاكل بينها. لا انا بحب اتعشى قبل ما اتمسك. برافو عليك، انا احب الحرامي اللي يصرف على شغله. وهنا كمان السلام عليكم. كبسه ايه يا عم؟ كبسه من مدرس، انت بتذنب. تعالى. السلام عليكم، وحضرتك الحرامي؟ والله بص انا مبسوط قوي اني شفت حضرتك، والله من زمان انا بشوفكم في التلفزيون والحاجات دي. وحضرتك اشتغلت مع الاستاذ توفيق الدين؟ والله كان هيحصل تعاون يعني، بس ما حصلش نصيب يعني. انا رمزي. انا ارتحت لك قوي يا رمزي. ازيك يا رمزي؟ عامل ايه؟ وانا رمزي نعم جدا. وانت بتحب الحرامية؟ موت انا بحبهم، وهم كمان بيحبوني، ده انا اتسرقت قبل كده مرتين، بيعشقوني الحرامية دول. بقول لك ايه يا رمزي، وانت تشتغل مع الحرامية؟
لا 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 خلاص لا يا عم ما تعملش دهوشه، خلاص بلاش، مش عايز بلاش. لا انا قصدي موافق، موافق يا بابا ستو. انت مرتاح له ده يا عم جده ده ولا ايه؟ لا والله مش مرتاح له، بس هو حد يسندك برضو يا فاشل، يا اللي فشلت في التلفزيون يا فاشل. انا يا بابا ستو هسنده، انا هجربني ده انا اصلا حرامي اصلا. انت اصلا حرامي؟ خلاص وهجربه بقى وخلاص، وانت تطمن يعني ما تقلقش خالص. تعالوا معايا بقى عشان غيرت الخطه. طب وهو ما حضرش الخطه الاولانيه؟ ويعني لو حضر الثانيه هيفهم. ده غبي غبي، بقول لك يعني غبي غبي. امال جايبينه ليه لما هو غبي؟ بص، مش كل خطه بيبقى فيها نسبه فشل؟ وهو ده نسبه الفشل بتاعت الخطه دي يا فاشل. يا رب افشل، يا رب افشل. طب ما في واحد فاشل جاهز اهو، تاخده. نفسك بالشراب ده هتشبهنا يا ابني. اطفي النور هتفضحنا، وشغل البتاع اللي في ايدك دي. لا يا رستم، اهل البتاع دي انا افرض خلصت، وبعدين انا عايز الحجاره بتاعتها احطها في الحصان اللعبه بتاعي بقى. صوتك هتفضحنا. ماشي ماشي، راقب انت الطريق لغايه ما انا اخش اجيب الراديو. ماشي. انه طريق؟ مش لما الاقي الراديو. ملامح رمزي. بس بس بقولك ايه، هو انت رمزي ولا انا اللي بحلم؟ لا هو انا رمزي، بس مش عارف اذا كنت انت بتحلمي ولا لا. انا صحي اشرب، بس انت جاي هنا تعمل ايه؟ طب انت يعني حضرتك صحي دلوقتي تعطلي شغلنا؟ ادخلي بقى جوه عشان خلص الشغل. ودي صوتك هتفضحنا. خلاص خلاص، انا هبقى اشرب في وقت تاني. اسكت انت بقى، ايه الخيالات دي؟ تقول انت نايمة ها؟ الطريق امان يا رستم. الخطة نجحت. ايه يا ابني؟ ايه ايه؟ يلا بينا، الخطة نجحت، يلا بينا. يا جماعة استنى يا رستم، استنى، الخطة لسه ما خلصتش، لازم نجرب الراديو ده اهو. نجربه ايه يا ابني؟ احنا هنشتريه. يا عم اسمعني يا رستم، افرض دلوقتي طلعنا احنا فوق وما لقطش اي قناه ولا حاجه، دلوقتي بابا ستو هيقول لي انزل يا دي رمزي وبتاع، والسلالم عاليه يا عم. عشان انا ما يهونش عليا، ما يهونش عليا تعبك ابدا. اللهم طولك يا روح. يا نهار اسود، وطي راسي شويه. تسحب يا طاس، وطي انت صوتك هتفضحنا. هو الراديو اعلى من صوتي. غير المحطه. ايه ده؟ سمعتنا ازاي دي؟ يلا يلا بينا، انت لسه هتقعد تعمل لي كده قدامي؟ افتح يا رمزي، وطي صوتك يا غبي. يا جماعه ارجوكم اوعوا تفهموني غلط. امال نفهم ايه؟ وبعدين انت تخصص اجهزه كهربائيه بس، وانت ايه يعني فاتح في شارع عبد العزيز؟ يا ماما يا ماما، بس حرامي سمباتيك ورقه تاني. بابا ستو، بابا ستو، بابا ستو. ايه بابا ستو؟ انا رمزي، انا رمزي. رمزي ده ولا مفيش ولا الف مبروك، الف مبروك يا بابا ستو، الف مبروك. عملتوا ايه؟ سرقتوا راديو زي ما قلت لكم؟ لا، الواد رستم متمسك تحت، الحمد لله ربنا استجاب له دعايا وفشلنا. فشلنا حرامي. الواد كان فاشل واحد، دلوقتي بقوا اتنين فاشل، بقوا اتنين فاشل، اعمل ايه بس يا رب؟ استغفر الله العظيم، انا اللي قفلت عليه. المرة دي بقى لا تقول لي جده ولا ام جده، انا ظبطتك متلبس، هوديك الاسم يعني هوديك الاسم. لا لا حرام، بليز يا عادل، ده حرام عشان فتشيك ورقة خالص. ميرسي يا فندم. بيبي بليز اديله فرصة تانية، ما هو اصل القانون بيقول لكل حرامي تلات محاولات. ده في انه قانون ده؟ ان شاء الله قانون البلاي ستيشن. كده يا مفتري تاخد الراديو بتاعي اللي بسمع فيه ام كلثوم وقال الفيلسوف. خش يا فاشل، ورا كل شويه، كل شويه اروح اضمرك واجيبك من حته، كل شويه اروح اضمرك. يا عم اديني الباسبور بتاعي بقى وخلصني، عايز ابعت امي تروح تحج، وانت بقى بلغ عني وسلمني للبوليس براحتك. وانت كنت عايز تروح تحج قبل امك ما تروح تحج؟ طب ده انا بره كنت انا عايز اروح احج قبل امك،
وأمي، وكنت في المغرب وبعدين قلت أروح أحج يلا. طب أنا دلوقتي يعني أراضيك إزاي أنا دلوقتي؟ يا جماعة بصوا بقى، يا جماعة بصوا بابا ستو، إحنا بقى أنا هقول لكم على فكرة جديدة خالص. أوه. إحنا دلوقتي سرقة البيت بقت خطرة علينا دلوقتي وما بقتش مناسبة لينا، لأن الحرامية الكبار اللي زينا ما ينفعوش الشقق دي. صح. إحنا أنسب حاجة لينا سرقة البازار اللي أنا شغال فيه اللي هو بتاع دول حبيبي. ها احنا نروح نسرق البازار، ودلوقتي البازار ما فيهوش غيري انا، وانا جبان بخاف من الحراميه، فهنسرق بسرعه وكده هون العمليه هتتم بسلام وامان. ايه رايكم بقى؟ وبالمره كنت عايز اسرق حاجه مهمه قوي من البازار. وانت تقعد تقول كلام كتير، قعد ربع ساعه بتقول انا خلاص انا بقى انا هتصرف انا. وبصوا انا اقول لكم على مفاجاه. ايه العمليه دي؟ انا هنزلها معاكم بنفسي. الله 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 يا اكبر حرامي يا بابا ستو. الواحد بقاله فتره يعني ما سرقش حاجه، بس خلاص بقى قررت اسرق. وبص على اوريكوا الخطه عند اللي هي اللمبه بتاعت الخطط بتاعت الخطط، واللمبه دي وانت بتنزلها كده اهو، وبعدين بتطلعها كده وتنور وتنزلها كده اهو، وتقعد تطلعها كده وتنزلها. وبص بقى العضلات، بص العضلات، بص العضلات. ارنولد عرفته؟ انت فهمت حاجه رمزي؟ لا يعني عرفت هنعمل ايه ولا ايه؟ الحكايه دي غريبه، انا حاسس ان في سر معين، لان الحرامي تاني مره نقفشه وجده يمسك الحرامي وبعد كده يرجع تاني الحرامي. اعتقد ان جده فشل في اقناع الحرامي ان الجريمه لا تفيد وان الاصلح العمل الشريف. لا 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 لا، جده ما بيتكلمش بالاسلوب ده خالص، يا ريت يقول الكلام الحلو ده. انا حاسس ان هو اللي ورا الموضوع ده كله. ايه ده؟ تقصد تقول ان جده متواطئ ورا كل اللي بيحصل ده؟ ده مش بس وكده، لا مش بس وكده خالص، لا جده ده لعلمك بقى الراجل ده خطر، وانا شاكك انه في المغرب كان وراه قضايا وان البوليس الدولي بيدور عليه. انا بقى هبلغ فيه البوليس الدولي. لا لا لا، وعارف ايه كمان؟ اصلا جده كان في امريكا، ممكن يكون هناك اتعرف بمستر اكس او اكس بقى واي زد، انا ما تفرقش معايا. جده ده انا مش هستنى عليه لغايه اما مثلا يعمل لي سندوتش مفخخ وياكلهوني، ده الراجل ده مرعب رهيب. تقصد تقول ان هو عايز يعمل انقلاب وعايز يبقى رب الاسره؟ لا 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 لا، احنا لا يمكن نسمح بهذا التجاوز اصلا. انتوا يا ماما اول ناس هتجروا اول ما تلاقوا اول توكه حزام اترفعت عليا، بس انا بقى اللي مش هسكت، لن اسمح بهذا التجاوز. ايه هيرميني بعد كده في المنور؟ لا بصي انا هطلع دلوقتي اتجسس عليه واكتشف بيفكر ازاي، عايز يعمل ايه، اي حاجه اي حاجه. عادل توخى الحذر. سافعل سافعل. انا عندي خطه لسرقه البازار. احنا نروح نكمم عادل ونسمم التماثيل وبكده البازار يبقى في ايدينا. وفي بقى هي الخطه؟ ما قال لك يا عم جده هنكمم عادل ونسمم البازار وبكده التماثيل تبقى في ايدينا. صح. لا انا عندي خطه تانية خالص. ايه؟ احنا نسرق البازار ونقعد نعمل كده. كل حلفائك خانوك يا عادل، حتى رمزي الحيوان. يا عم جدي ارحمني بقى، اعتقني، نديني بصبوري، نفسي اتوب، نفسي اعيش حياه شريفه يا ناس. ايه يا رسم انت متسربع ليه على التوبه كده؟ هتتوب يا عم. بص انت تتوب على العيب احسن، اسمعني. ايوه هتبقى اجازه وهتعرف تاخد اللي انت هتاخده وتمشي بقى براحتك. بص يا ده حرابي يا ده حرابي يا حرابي، بصبورك بصبورك هيفضل عدي. وبص انا عايزكم تركزوا في الشغل، عايزكم تركزوا في اكل عيشكم. تعالوا معايا، شايفين البتاع دي؟ ايه هنسرقها؟ لا يا قط تسرق ايه؟ دي انا عايزكم تتدربوا عليها عشان دي اللي هتخش كده وخش كده وخش كده. عايزكم انتوا الاتنين مع بعض شدوا على طول، واحد اتنين وشدوا على طول، واحد اتنين تلاته. كهربتوا؟ انا اللي كهربتها. يلا حربيه. ايه ده؟ مين ده؟ انا رمزي يا بابا ستو. هو عامل حرامي؟ اه. طيب دلوقتي الساعة بتاعت الصفر هتبقى الساعة 13، اظبطوا منبهاتكم. ماشي. معاكم منبهات؟ لا. خلاص نبقى نسرق بقى منبهات. خلاص انا غيرت الخطة، احنا هنسرق منبهات، نظبطها مع حد تاني ونبقى نعمل خطة. خلاص؟ ماشي. اتفقنا على الخطة؟ اتفقنا بابا ستو. يلا بينا. كده يا جدي حتى الراجل اللي عايز يتوب قافش عليه.
خشوا يا حراميه، خشوا خشوا، برافو عليكم برافو عليكم. يا ده انا حبيت السرقه قوي، هي والواد رستو. وسرقنا وقشطنا كل البازار والحمد لله وعمليه ناجحه. شايفتوا ايه ده؟ انا سرقت البرتمان، سرقت البرتمان، سرق. وايه ده؟ وايه ده؟ انا رسوح البون ذكرياتي اللي فيه كل تاريخي مع الحريم. السرق يا اخوانا، حرام عليكم. مين اللي سرق؟ بس يا بابا ستو، اكيد الولا رستم هو اللي سرق. ما تجيش منك يا رمزي، ده انا كنت معاكم يا راجل. يا جدعان حرام عليكم يا اخوانا، اعتقوني وبلغوا عن انا حرامي يا ناس. حد يبلغ عني البوليس يا اخوانا. يا حرامي، ودي جايبه منين دي؟ من البلكونه من عندكم يا سريه. من ايه ده؟ انت حرامي، ده انت حرامي. بص يا بابا ست، ودي انا بقى انا سرقتها من البازار. بص، كان نفسي اسرقها من زمان، شبهي بالظبط، صح يا رستم؟ يا اخوك يلا رمزي، حصلت تسرق اخوك. مساء الخير ايتها اللصوص. ايه ده، انت عرفتنا؟ ايه ده، ايه اللغه العربيه اللي دخلت علينا دي؟ على رانيا سعيد، مندوبة عصابة عادل سعيد لسرقة محتويات غرفة جده. يا خبر ابيض، ودول حبيبي فتح عصابة؟ لا ده انا كده بقى اشتغل معاه حتى لو ببلاش بقى. سلام عليكم، ادي اول سرقة. سلام يا رستو. عربي، بالنسبة ليك مستر ثيف. سيف مين يا فندم؟ انا رستم، انا بقيت واحد من العيلة خلاص. باسبورك في حوزتنا تحت عند استاذ عادل سعيد، انزل خده. بجد ربنا يكرمك، والله العظيم لا ادعي لك في الحج ولا. رمزي، رمزي. يا رستو، انت هتوحشني قوي يا رمزي. والله انت اكتر يا رستم، احنا مش هنشوف بعض تاني؟ طب ما ناخد موبايلات بعضينا. يا ريت يا ريت. خد يا حبيبي، خد يا حبيبي. سمعني صوتك بقى، هتوحشني والله. انت اكتر والله. السلام عليكم. يعني الواد الهفق عادل هو اللي جه قلب الاوضه؟ ايوه يا جدو، وبعتني عشان اعمل معاك مقايضه، تسلمه محتويات البازار يسلمك محتويات الغرفه. كده بقى هضطر الجا للسلام مرغما، مش بمزاجي يعني. هرجع للسلام عشان اخد كل ذكرياتي وكل التاريخ بتاعي، بس بعد كده هنتقم، وممكن كمان اولع في الاوضه اللي انا ساكن فيها دي. هنتقم. اكيد بيخبطوا، انا سامع تخبيط من بدري. اكيد بقى مثلا بيعملوا نجف في الارضيه ويقعدوا يدوشونا طول اليوم. ده كاميرات داخله وكاميرات طالعه واضاءه وحاجات كتير كده وزحمه في الشقه. يمكن يكونوا بيجوزوا ابنهم. لا دول بيصوروا فيلم فوق. ايه بيصوروا فيلم؟ طب ما عادي يعني، واحنا مالنا؟ طب ايه رايكم نطلع نتفرج على الممثلين؟ والله فكره، نطلع نتصور معاهم ونقف جنبهم كده يمكن نتنجم. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ممثلين بقى ويقعدوا يتنكوا علينا يعني؟ وعشان ايه يعني؟ عشان ايه نقعد هنا بكرامتنا احسن؟ يا سلام. لا يا حبيبي، مش كل الممثلين مغاريه. انا مامي مره اتصورت مع احمد رمزي وكان واقف على البلاش بالمايو. الله، وباباكي شاف الصوره دي؟ ما هو بابي كان متصور مع ناهد شريف. ده انتوا عيله تافهه بقى يعني، تقعدوا تجروا على الممثلين وتصوروا معاهم. طب عارفه، انا مره قابلت سليمان عيد. واقف انا كده اهو ايه عند الاسانسير، ويا دوبك الاسانسير لسه هيوصل، لقيت سليمان عيد داخل بقى. يعني هو كان متخيل ان اقول له اتفضل انت مثلا الاول، او مثلا اول ما اشوفه اضحك، ولا عبرته. وحتى قال لي صباح الخير، ما رديتش عليه. يعني ايه يا جدعانه منك انك تقابل فنان عظيم مشهور زي ده ويتواضع ويقول لك صباح الخير، تقوم انت ما تردش عليه؟ وانا اخلي واحد زي سليمان عبيد ده يتنك عليا ليه يعني؟ اذا كان هو ممثل، انا برضو صاحب بازار يعني، انا بيجي لي وفود من المانيا. كان بيقف طابور كده عشان يتصوروا معايا، لدرجه مره كان في ظابط عدى كده لقاهم واقفين طابور، افتكر ان ده طابور عيش، ببيع عيش يعني. يا سلام. ايوه، اخويا حبيبي، اخويا. ايوه مساء الخير يا حبيبي. معاك عبد المجيد حبيب، مدير انتاج. ايوه، انتاج ايه يعني؟ حضرتك مصنع وعندك خط انتاج مثلا ولا ايه؟ لا اخويا ما تفهمنيش غلط حبيبي، انا مدير انتاج افلام مسلسلات. حاجه ساقعه مثلا، شيبس. هنقضيها بقى تريقه ولزازه وحاجات كده، مع ان انا جاي لك من الاخر وبكلمك بكل حب. طب حضرتك انا تحت امرك، عايز ايه يعني؟ شوف اخويا حبيبي، احنا بنصور فيلم هنا فوق يعني، والبطله بتاعتنا الست المتالقه
الست مرفت، وبعدين يعني زي ما تقول كده محتاجة مكان يعني يبقى استراحة، تعمل فيه مكياج، تحفظ، تشرب حاجة ساقعة، قهوة يعني. وبعدين الصراحة وقع الاختيار على الشقة بتاعتك دي، وأنا جاي لك من الآخر هو والله، وبكلمك بكل حب. طب حضرتك مرفت مين؟ مرفت مين؟ مرفت أمين؟ مرفت أمين يعني وعايزة أتصور هنا حضرتك؟ يعني ما يعني استراحة إزاي يعني؟ لا حضرتك فاهم غلط، يعني أنا ما عنديش استراحة. ده احنا هنديك 1000 جنيه في اليوم. حضرتك أنا المكان هنا مخصوص للاستراحة بتاعت الأستاذة مرفت، وعندي أوضة مخصوص يعني عارف ديكورها معمول للأستاذة مرفت. 1000 جنيه بقى إيه؟ أهلا وسهلا أهلا وسهلا حضرتك، قلت لي اسمك إيه؟ عبد المجيد حبيب. يا مامي حبيبتي كركبنا لك الاوضه، بس اصل مش حاجه طبيعيه، ده حدث تاريخي. انا مش مصدقه ان اخيرا اخيرا ربنا استجاب الدعوات بتاعتي، وهشوف نجمه كبيره زي مرفت امين. وايه مش هنقابلها بس؟ لا دي هتقعد معانا اسبوع بحاله. على فكره مامي انا هاجي اقعد معاكي هنا في الاوضه، وعادل هينام عند مامته، بس احنا لازم نسيب لها الاوضه. الست هتقعد فين برضو؟ عايز اقول لك على حاجه كمان، الانفصال بيني وبين عادل مش عاجبني، بس هو مش اي حد، ده مرفت امين. بس ابوس ايدك حبيبتي عشان خاطر ماما، ها اوعي تفكري تخشي المطبخ، مفيش داعي بقى ان تطبخي لها طبخه كده، ومفيش داعي نجيب لها تسمم للست، حرام ده الفن عاوزها. اوكي يا مامي حاضر. مامي انا استلفت لك دي من سوزي، كل واحده فينا هتتصور صوره لوحدها معاها، وبعد كده كلنا هنتصور صوره جماعيه لينا احنا الثلاثه بس، اما الباقي اللي قاعدين بره دول مستحيل يتصوروا معانا، لان دول اخرهم شعبان عبد الرحيم. شكرا يا سيدي جدا، بس بقول لسعادتك ايه؟ ايوه انا اشوف بكلم سعادتك بكل حب، واختصارا للموضوع إيه الهانم، الست مرفت ما بتحبش اي دوشه ولا داخل خارج عليها ولا رغي ولا الاستظراف بتاعك ده، الله يكرمك. يا استاذ عيب يا استاذ، دي ضيفتنا فهنرحب بيها ونشيلنا فوق راسنا طبعا. الله يكرمك. اتفضلي يا هانم، اتفضلي يا كبيره يا مجدي. بس يا استاذ خلاص، الهانم ما بتحبش دوشه ولا؟ بس يا عبد المجيد قرفتني، انا كرهت الفيلم بسببك، انا لما عرفت ان انت مدير الانتاج انا كنت هسيب الفيلم. طول الوقت بترفي في الفاضي والمليان، انا بحب البساطه الهدوء. في فلوس وقعت منك. حضرتك ماجد سعيد. ايه ماجد؟ تغيرت اسم، مش لسه قايل لي عادل؟ لا يا حبيبي حبيبي، امضي لي على الاسم الجديد. لا 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 حضرتك عادل سعيد، بس يعني اتلخبطت ما شفت حضرتك. ولا رانيا، رانيا مرات عادل سعيد. رانيا سعيد نورتينا. بس يا رانيا، بس يا رانيا، مش عايزين نضايق الاستاذ. رانيا رانيا معلش احنا اسفين جدا. اتفضلي يا فندم، اتفضلي اتفضلي يا هانم. يا ستي يا كبيره يا عظيمه. بس بس ايه يا حبيبتي، انتوا كلكم ساكنين هنا؟ وده بابا ودي ماما ودي عمته سناء ودي تيتا مجيده ودي تيتا انعام ودي خالته نجلاء. انا اتشرفت قوي، يا رب بس ما اكونش ضيفه ثقيله عليكم. يا خبر ابيض، لا معقوله يعني حضرتك ازاي تقولي كده؟ امال رانيا تقول ايه بقى يعني؟ اتفضلي. لا لا اتفضلي، مفيش وقت مفيش وقت، خلاص الشوط ربع ساعه وهنبتدي. في ايه في ايه؟ هو قطر يا عبد المجيد، اسكت هقعد معاهم شويه. اتفضلي اتفضلي. هنا هنا ازاي؟ ايوه انزلي نجلاء بسرعه، صوره بسرعه، مش هنضايق كتير. في مين غيري؟ انا حد تاني. لا 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 لا، انا 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 حمام. يلا قومي هتصور في الاخر بقى، ما هم يخلصوا. انا بقى عايزه صوره غير بتاعه مجيده، ممكن احضنك كده زي الفيلم اللي كنت طالع فيه ده، اللي اسمه 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 ايه اللي كان فيه مرفت امين؟ يا ماما ما قلت حضنها كده، هي مرفت امين. اوعي انت هتصور في الاخر. ها هتصور في الاخر بقى. نوكا نوكا هنا يا نوكا. انا خلاص يا قطع. طيب طيب انا نوكا معاك. انا هتصور في الاخر بقى. يلا بقى انا يا مامي والنبي عايز تصور معايا. وهي تصور وانا هتصور في الاخر بقى. ف
فاضل البنوته الصغيره لسه ما اتصورتش. يلا خش اتصوري يا ياسمين. لا لا بنت هطردك في الشارع، مش عايزه شغل معاها. هي مؤدبه يعني، بس ما تبقاش مؤدبه يعني ساعات. ممكن بس ادخل الاوضه عشان اغير وكده. اتفضلي اتفضلي يا نجمه، اتفضلي يا نجمه نجوم الكل، اتفضلي يا كبيره، اتفضلي كل حاجه جاهزه. اسكت يا رب اسكت. عيلة غريبة قوي، راجل وكل الستات دول، بس شكلهم لطاف، متهيألي إن أنا هرتاح معاك. أمال يا هانم، ده أنا مختارهم على الفرازة، والله يا نجمة أنا مختارهم بكل حب. فاكر أول مرة حبيت فيها عبد الجيد؟ آه، ليه ليه بتفكريني يا أستاذة؟ كانت البنت كراميلا بنت عبد السايس. ليه بتفتحي عليك الروح المقفولة ليه؟ أنا هروح أطمن على الكاميرا. آه أحسن تسخن. ادخل. حضرتك بتمثلي ولا حاجه؟ لا ابدا. وايه الاستاذ بقى هو اللي بيظبط الشخصيه من الخارج بقى. برافو عليك. طبعا حضرتك يعني بتستغربي وتقولي عرفت ازاي ان الشخصيه بيبقى لها دواخل وخوارج وكده يعني، وده بقى ايه؟ ده سيناريوس؟ ولا بتسموه سكريبت باين؟ حضرتك بتمثلي ولا حاجه؟ لا في حاجة يا أستاذ عادل؟ لا مفيش، هو مبدئيا يعني يا حضرتك أنا عادل سعيد، أنا شاعر، هتحبيني قوي بجد يعني. طب ممكن بس نأجل التعارف ده شوية لحد ما راجع السيناريوس؟ حضرتك لا طبعا براحتك، أنا مفيش مشاكل خالص. طبعا أنا شاعر يعني، وأكيد حضرتك قابلتي شعرة كتير جدا زي الأستاذ مثلا عبد الصمد حجاب اللي كان معاكي في المسلسل اللي هو بتاع بعد إذنك، بس الصورة قربي كده. لا معلش ما ينفعش أتصور معاك بالشكل ده. ليه طيب يعني حضرتك بتترسم عليا ليه يعني؟ عادي يعني، ما انا ليا حماية كانت تصور مع فنانين كتار يعني، فعادي في عيلتنا ان انا ابقى متصور مع فنانة يعني زي حضرتك الاستاذة ميرفت امين، عادي يعني. يا استاذ عادل انا ما بترسمش عليك ولا اي حاجة، انا بس عندي شغل عايزة اراجعه، مش عايزاك تزعل مني. خلاص يا ستي اعتذارك مقبول، اسمعك بقى حتة شعر بقى ايه توهوج مشاعرك وانت داخلة تمثلي بقى. الله يخرب بيتك يا عم جيت. اتفضل يا استاذ عادل اتفضل. يا مصر اسمك ثلاث حروف ميم صاد ره، الميم سعاده وراحت بال، الصاد عيالك مش عيال، الره راء قال. برافو برافو. تالي مامتك بتندي عليك تكون عايز عيش او لا اي حاجه؟ تعوز عيش ايه؟ عارفه حضرتك انا جبت لهم امبارح كميه عيش مرعبه، الاول بيفرطوها كده عشان ايه ما تفقفقش بقى مثلا، وبعدين يدخلوها الديب فريزر، نيجي الصبح نطلعها نسخنها نعمل منها سندوتشات على طول. مالي انا ومال العيش ومال السندوتشات يا استاذ عادل؟ انا ورايا شغل عايز اراجعه. طب يا استاذه ميرفت حضرتك بتترسم عليا كده ليه يعني؟ انا ما بترسمش ولا اي حاجه، انا عندي شغل لازم اراجعه. ماشي ماشي خلاص اتفضل. يا ترى العيش اللي بتجيبوه بريال ولا ببريزه؟ لا لا ده عيش فينو مش بريال وبريزه. لا 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 عيش فينو. طب في اي حاجه تانية تحب نتكلم فيها؟ زي ايه حضرتك؟ زي مثلا طابور العيش اللي انت بتقف فيه بياخد منك ساعات، ولا البيت دلوقتي بقى بكام، وحاجات زي كده يعني. لا حضرتك دي خصوصيات ما بتكلمش فيها. اه ومالك بقى بتترسم عليا كده ليه؟ اترسم عليك ليه وانت لوحه؟ شربات. اتفضل بره يا استاذ عادل بره. ايوه يا ماما. واخرب بيتك يا عم جيت. مدام جيت ولا لسه؟ المدام بتجهز يعني، خرجت الشباب عشان هي بقى تغير بقى. انت مالك انت مالك، كل واحد يخليه في شغله، انت مش قبط. ايوه قبط بس يعني، ما انا بقول انا جاهزه يا عم جيت. اتفضلي اتفضلي. ايه اللي اخرك؟ ايه اللي عوقك؟ ايه اتفضلي 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 اتفضلي. احنا في انتظار حضرتك يعني. اتفضلي اتفضلي. خلصوا المشهد وتعالوا على طول. ها مع السلامه. يا
مالها ماشيه زعلانه كده ليه؟ ابدا، كانت عايزه تقعد ترغي معايا وتتكلم وبتاع، انا طبعا ما اديتهاش وش يعني. كذوب ما صدقككش. عادل بقول لك ايه، انا مش هتحتح من هنا، قاعده مستنيه لغايه ما ترجع. وانا كمان يا جماعه خليكم اعقل من كده، يعني مش معقوله على طول مندفعين، يعني لازم تبينوا شويه كرامه كده. عادل، هو انت مش ناوي تروح البازار النهارده ولا ايه؟ لا بازار ايه، احنا ياما بعنا، انا هقعد استناها معاكم. يعني اوف، انا مش فاهم بقى يعني ايه اللي انتوا عاملينه ده يا جماعه. اهدوا شويه اهدوا شويه، ما تبانوش ان انتوا مدلوقين كده اهو. يا جت 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 هي هي جازو فطري اوعي تضايقي نفسك خالص. انا اصلا كنت طالعه متنرفزه وده اللي نساني الحوار. بالنسبه للحوار حضرتك، انا ممكن اراجع معاك السيناريوز مثلا لو تحب. يعني الله يخرب بيتك يا عم مجيد، انت تزعلها برضو عبد المجيد، مزعلها برضو. بقول لحضرتك ايه، احنا محضرين لي جوه عصير جريب فروت. ميرسي. اتفضلي يا هاني، اتفضلي، كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. اتفضلي. ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ انا مش فاهم ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ معقوله؟ وجريب فروت ايه يا رانيا؟ هي طلبت منك جريب فروت؟ جرى ايه يا عادل؟ انا بضيفها علشان خاطر تكتشفني وتخليني اغني في اي تتر فيلم، والنبي يا عادل قول لها اني بقى. وانا كمان، انا كمان، انا كمان. حاضر حاضر حاضر، كله بالطابور. رانيا انا بس مش ممكن اخليها لك تخليك تغني، يعني ده انا ممكن اخليها تغني معاك. يا سلام، تعالوا بس اقفوا طابور بقى، اقفوا طابور يلا. لا انا بس انا الاول، انا الاول، انا ماما. لا لا هي الاول، هي الاول. انا مامتك. لا لا طبعا، ازاي يا ماما؟ رانيا دلوقتي وانتوا خليكم في الطابور. يلا يا رانيا، يلا يا رانيا، يلا يا رانيا، يلا يا رانيا. بصي هي واضح ان هي مركزه، فانت خش على الموضوع على طول. اعمل ايه يعني عادل؟ خش على طول، خش على طول. اوكي اوكي. دقوا الشماسي، دقوا الشماسي، دقوا الشماسي على الفراش، دقوا الشماسي. ايوه دقوا الشماسي. يا احلى شمسه واحلى رمله واحلى ميه. ايه السخافه دي؟ شفتي مش قلت لك صوتك وحش؟ احنا اسفين جدا والله. عارفه حضرتك انا بقول لها ان صوتها وحش من زمان. يعني صوت ايه اللي وحش؟ مش تخبطوا؟ معلش حضرتك ده بيتنا احنا برضو يعني. طب معلش، ممكن بقى تسيبوني لوحدي عشان عايزه اركز؟ قوي قوي. بس كان ليا سؤال صغير، يعني بالنسبه لحضرتك للاغنيه بتاعه دق الشماسي، حضرتك كنت بتدق معاهم الشماسي ولا ما دقتيش يعني؟ لا ما كنتش بدق. عارف ليه؟ ليه حضرتك؟ لاني ما بدقش على الحاجات دي. بره بره، اطلع بره. حاضر حاضر. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. بقيت الاغنيه اتفضلي، بقيت الاغنيه كسفتيني. انا كده مش عارفه اركز. مش حضرتك اللي قلتي؟ مش قلتي لي ان دي عيله سكرها وتوليفه وانا حاسه ناحيتهم بكل حب لدرجه ان انا شخصيا اتخدعت فيهم؟ طب ما تخليش حد يدخل لي، وخصوصا اللي اسمه عادل ده. مساء الخير. انا بعتذر مبدئيا. لا ما هو لا لا لا، اصل راني عملته ده كان كتير قوي صراحه يعني. يا سلام. وحياه عبد السلام. يا استاذ عادل، يا استاذ عادل، ابوس ايدك ارجوك يا اخي، سيب المدام تركز. طيب يا اخي انت بتضايقها ليه؟ ما تسيبها تركز يا استاذ عبد المجيد. بعد اذنك اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره. حضرتك يعني دي سناء اختي، هي مطلقه يعني، بس اكيد نفسها تتجوز. انا ما عنديش عريس مناسب ليها. لا حضرتك انت فهمتيني غلط، انا مش قصدي مثلا حد زي محمد رياض، زي محمود خبيل، يعني اي حد وخلاص، بس هي اصلها ايه، جلدها تخين شويه. اه دي حاجه منتشره في عيلتكم. اه بس غيري خالص يعني. طب انت عايزني اعمل ايه؟ زبده حضرتك اللي زي البشره، قصدي بشره حضرتك اللي زي الزبده. حضرتك الكريم بتستعمله لها اسمه ايه؟ لا حضرتك يعني يا ريت لو في مثلا علبه فاضيه ولا حاجه تدوها لها. الكريم اسمه لا برضه، حتى لو قلت لها على اسمه مش هتعرف ليه، يا دوبك كانت بتنجح في الانجليزي بالعافيه. دي حضرتك العلبه دي؟ دي بتاعت الوش اهي. خدي يا سناء، خدي يا سناء، دي هاتي زيها. ها عادل، دي مش علبه فاضيه، دي مليانه على اخرها يا عادل. ما يجراش حاجه، مدام ميرفت ممكن تجيب غيرها يعني، او اكيد هي عندها مثلا جايبه منها 10 ولا حاجه. 10؟ اهلا وسهلا فيك. وحضرتك لسه برضه في صفحه 3، عارفه لو ياسمين بنتي بجد 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 كان زمانها خلصت الكشكول اللي في ايدك ده كله يعني السيناريو. امشي امشي امشي. شفتي كسفتينا ازاي؟ كسفتينا ازاي؟ اتفضلي اتفضلي. ما انت يعني بس بقى. يلا بينا يا ابن ميت، انا مش هقدر اكمل في البيت. ما ينفعش يا مدام، ما حضرتك عارفه ان احنا دوخنا 7 دوخات عشان نلاقي المكان ده، وبعدين الناس دول احسن من غيرهم.
دي ناسيه الست اللي قالت لك عايزاكي تطبخي لجوزي عشان نفسه ياكل من ايدك. ده كان يوم هدومي كلها اتبقعت. خلاص يبقى نستحمل الناس دي ونعملهم بحب. ايوه بس الراجل اللي بره ده اللي فاكر ان هو ظريف، مش عارفه لو دخل تاني هعمل معاه ايه. ده ما بيحترمش اي خصوصيه، لا وكل شويه بينكت. وقال ايه السيناريوس؟ جاب السيناريوس دي منين؟ انت عارف انا نفسي اقول له في وشه انت مش ظريف خالص، انت سم دمك يلطش. ايه ده، في حد ضايقك في البيت هنا ولا ايه؟ يا عبد المجيد. ايه ده برضه انت عبد المجيد برضه ضايقت المدام؟ معقوله؟ معقوله؟ اتفضل تعالى تعالى اطلع بره اطلع بره اطلع بره بعد اذنك اطلع بره اتفضل. دي بقى ست الحبايب مش محتاجه وصيه، اتفضلي اتفضلي اتفضلي. عارفه انا بحب كل افلام ميرفت امين. انت ليه مش مصدقه ان انا ميرفت امين؟ مصدقه يا حبيبتي، بس انا اسلوبي كده لما اتكلم عن نفسي اقول انا عام، او اقول لا انا، لا لا اعوذ بالله من كلمه انا. انا بقى بقول انا علشان احنا يعني متخلفين عن بعض، دول عيله جرابيع. انا اتشرفت يا مدام. بصي عايز اسالك سؤال من فضلك يا مدام ميرفت، هو ليه حضرتك ما بتعمليش افلامات عالميات؟ السؤال غلط يا حماد، السؤال غلط. ليه الافلام العالميه ما بتستعينش بالاستاذه ميرفت امين؟ هتصدق يا استاذ عادل، حتى الكلام الحلو لما بيطلع من بقك ما بيبقالوش طعم. ربنا يخليك يا ربنا يخليك. على فكره انا مؤلفه قصه. قصه؟ حدوته فيها قصص كتير كده، وناظر وقصص. يعني حدوته عنقوديه يعني. عن تضحيه ام، اسمها تضحيه ام. ام عايشه بقى مع جوزها وحماته وبنتها وبنته، والام عماله تضحي 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 تضحي. تفتكري بقى النهايه هتكون ايه؟ اكيد هتنتهي بتضحيه. شفتي؟ انا خلاص هقعد معاك. والله قول للعبد المجيد يلغي الاوردر. يلغي الاوردر؟ يا سلام، دي الكلمه اللي انا مستنيها من الصبح. ارتحت يا استاذ عادل؟ طبعا والله ارتحت لحضرتك. يا سلام، حرقت اعصابي وارتحت. ربنا يخليك، والله العظيم مش عارف التضحيه اللي حضرتك عملتيها النهارده. لقيت الاوردر كله. يا رانيا يا نجلاء تعالوا كلكم، تعالوا كلكم يا جماعه تعالوا. تعالوا تعالوا، مدام ميرفت خلاص لغت الاوردر وهتقعد معانا النهارده. بالمناسبة السعيدة دي يا جماعة، أنا هبعت دلوقتي أجيب كشري. هو صحيح مش أنا لوحدي اللي بذاكر، يعني الياسمين كلنا بنشارك بعض، بس الحقيقة إن بنتي لقطة مني الذكاء والموهبة والمعلومات كده يعني. وأنتوا عاملين إيه بقى في شغل البيت؟ مين فيكم اللي بيطبخ؟ أنتِ إيه؟ أنتِ آخر واحدة تتكلمي. لعلمك كلنا هنا في البيت جاهدين، بنحاول ما نخليش رانيا بالذات هي تطبخ لنا. ايوه عشان لما بتطبخ لنا كلنا بنروح الاسعافات، بنعمل غسيلات معدات من التسممات. على فكره انا طبيخي كان وحش جدا لحد ما اكلت منه. ايوه كلنا كنا الاول كده يا حبيبتي. بس انا بقى اول مره اخش المطبخ علشان اطبخ لجوزي مسقعه داخل الحمام، من ساعتها ما طلعش. انا بموت في المسقعه. طب دقيها من ايدي بقى. لا 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 بالمناسبه يعني الفيلم بقى بتاع حافيه على جسر من الذهب، ساعه ما حضرتك بقى ايه كان معاك عادل ادم، كان هو عادل ادم اللي هو بحق وحقيقي ساعه ما كان بيقولك يا قطه، وبعدين كان بيولع لك في الفستان يعني، وكان بيغلس عليكي جامد في الفيلم. كان هو بيغلس عليكي برضو في البلاتون ولا ايه؟ بلاتون كان معاك شهادات ايه؟ والمسقعه ايه يا ماما بتقولي؟ انا اللي هعمل مسقعه. لا 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 اوعي تاكليها من ايديها، انا اللي هعمل لك مسقعه. تحبي بقى بالبشاميل ولا من غير؟ يا ريت بالبشاميل. هي ساعه واحده وهتكون جاهزه يا حبيبتي. انتوا القعده معاكم ما يتشبعش منها. يا اختي ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. والله عارفه حضرتك نفسك. انا وجهت لك كلام. ويضربوا امه ليه؟ هي عملت لهم ايه؟ انا عايزه اقول لك ان وزاره الشباب والرياضه عملت احصائيه اطلعت فيها ان نسبه التعدي بالضرب على امهات الشباب وصلت 100%. امهات الشباب؟ امهات الشباب دي بقى غير فراخ الامهات. امه راسه يعني على راسه من ورا يعني. وامه راسه به دي يا حبيبتي هي الموعظه اللي هتطلعي منها من الحدوته. ده الواد حماده امبارح ضرب ميدو على ام راسه والفصل كله سقف. وميدو قعد ساكت؟ انا لو مكان ميدو ده ما كنت سبت حقي، كنت اخد حقي لو على جثتي. ما انا ضربت شريهان ونيلي امبارح،
وضربت شريهان ونيلي ليه؟ ما عرفتيش تحل الفوازير؟ ما هم ضربوني. ما هو لكل فعل رد فعل مساوي له في السرعه وموازي له في الانفعال. حاجه تعرف، حاجه تعرف، الشوارع مليانه بلطجيه وصيع ولات الادب ومعاكسات. ايه يا سناء مالك، في ايه؟ مفيش حاجه، وانا جايه من عند اول الشارع وماشيه في امانه الله ومروحه بيتي، الواد ليمونه وفراوله وحرنكش ومشمش عكسوني وضايقوني. قالوا لي ايه العيال دي؟ قالوا لي ها قالوا لك ايه؟ قالوا لي تعالي، تعالي احكي لي في ايه؟ قالوا لك ايه؟ قولي. يا هراني ان شاء الله يا رب يجي له نقطه في لسانه البعيد. البعيد؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ وانا يعني عشان عامل فيها مؤدب في الحته وما اتخانقتش بقالي فتره يا عكس اختي؟ لا لا لا، اهدى يا عادل، اهدى يا ابني واقصر الشر عشان خاطري. ده انا هطول الشر وهروح اجيبه من قفاه الواد ده. اسمه ايه الواد ده؟ الواد اسمه مشمش. مشمش مشمش وعامل لي راجل، بيقعدوا فين؟ بيقعدوا ساعات على الناصر وساعات في صاله البلياردو وساعات في غزل الواد ابو الروس. ماشي. انت عرفت من ايه؟ انا ما ساعات لما ببقى جاي من المدرسه كده براقبهم، قصدي بشوفهم قاعدين في كذا حته. انا هتصرف معاهم. اسمه ايه؟ مشمش. مشمش وعامل لي فيها راجل وبيعاكس اختي. يا نهار اسوح، انا بقى هخليه مربي مشمش. عادل عادل عادل، ما تعورش الولد يا عادل، عايزك تسيطر على انفعالاتك وغرايزك يا حبيبي. انا مش هسيطر على اي انفعالات، وانا يا هم العيال دي نسيوا، نسيوا الايام ما كنت فورمه، انا هفرجهم. اسمه ايه؟ مش 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 عاجبك كده؟ هم اللي حكشوني يا ماما. اسكتي. بقول لك ايه يا كبير، هو الواد اللي هناك ده هو مشمش. هو ده مشمش؟ اه. ده انا اخليه برقوق ومن غير بذر كمان. طب بقول لك يا كبير، ما تخليه بطيخه عشان يبقى على السكين. انا هفرجك دلوقتي على محل الفكهاني اللي هيفتح. انت مشمش؟ اه انا مشمش، اي خدمه؟ طب وزن لنا 2 كيلو. ويكون من غير بذر عشان ما يتقلناش الميزان. ده مشمش محقون هرمونات ولا ايه؟ دنيا ما بلاش نشتري من هنا خالص يعني. بلاش حاجه خالص. يا سلام عليكم. تعالى يا خفيف منك، لو عايزين كام كيلو سكر قلتولي. حضرتك بص، مبدئيا احنا اسفين. اسفين؟ لا، انتوا تتضربوا الاول وبعد كده تتاسفوا. بص حضرتك، احنا ما عندناش مانع ان احنا نضرب، بس اهم حاجه ما تزعلش. اهم حاجه حضرتك ما تزعلش يعني. بتتريق على مشمش ماجنس وقاعد مع ترابيس وبنش. حضرتك احنا ما قالتلناش على الاسامي دي خالص حضرتك. هي مين دي يا؟ واحده ما نعرفهاش خالص حضرتك. بص انا هديك العنوان بتاعها وانت تصرف براحتك. روح انت بقى هناك كده، تعالى لي انت يا حلو. ليه؟ هبتدي بيك انت الاول. لا انا مين اللي قال؟ هبتدي بيك انت الاول، بس اسمع. يا دول الحقني يا دول. حضرتك هو ده السبب حضرتك، هو ده السبب حضرتك، لان هو قال لي ان انتوا عاكستوا اختي، وانا قلت له انت مالك، دول ناس محترمين مش استحاله يعاكسوا حد ولا حاجه، وهو قال لي لا انت مش راجل ولا ايه؟ تعمل لي فيها راجل يا حضرتك. ده منظر راجل؟ ده انت هتتشقلب. ابوس ايدك، ابوس ايدك. بص انا خدامك يا باشا، انا من ايدك دي اللي ايدك دي هو اللي كان بيجوعني او عايز يقطع عيشي يا فندم، ولا هو اللي قال لي تعالى. لا 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 حضرتك، اقطع عيشي وبعد اذنك. بعد اذنك حضرتك. حضرتك يعني انا ما قطعتش عيش ولا حاجه، ده انا بالعكس زودته الشهر اللي فات 5 جنيه حضرتك. كداب. لا 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 لا، اسكت. انتوا الاثنين هتروحوا على المخزن تتشقلطوا، وبعد كده نخلص على بعض. انا بروح المخزن للشقلط. يلا بلاش المخزن، بلاش المخزن شقلط. معلش بس حضرتك. استنى استنى استنى. السلام عليكم. عليكم معلم تيتي. معلم تيتي، تاخد مين على المخزن يا تاخد؟ ايه تاخدنا على المخزن ده؟ انا ممكن اخدك بقى عند انا في البازار، احنطك وبيعك مع التماثيل. ايوه، وممكن اكسرك زي التماثيل، وبعدين اقوم لحمك، وبعدين اقوم رميك في المخزن تاني. واحنا ما ورناش رجاله ولا ايه؟ في يا رمز، في يا جدعان. بقى يا معلم تيتي، اذا كانوا بقى هم مفكرين نفسهم فاكهه فاحنا قفاص. قفاص ايه اللي بتحط فيها الفاكهه يا دول؟ كده غلط على الزلط يا معلم تيتي، وانا مش هسيب العيال دي النهارده. روق يا مشمش، انت طرحت امتى؟ في ايه؟ العرجوزات دي بتتمانس عليا يا معلم تيتي، وانا مش هسيبهم، وبتمانس على الرجاله بتاعتي. بس يا معلم تيتي لحضرتك في سبب يعني يا معلم تيتي، ان الفروت سلطه ده حضرتك يعني عارف عاكس اختي.
الكلام ده حصل يا مشمش؟ ما انا بعكس كل يوم 30 و40 واحده يا معلم تيتي. بعدين هو مش هيتبلى عليك يعني يا مشمش، لازم تعتذر له ولا غلط؟ خلاص يا معلم تيتي عشان خاطرك انت، اعتذر له. حقك عليا يا كابتن، ادي راسك يا بوس. شكرين قوي. انا مش قابل اعتذارك وهتتضرب يعني هتتضرب. بس يا حيوان، بس يا حيوان. يا دول علشان يتعلموا الادب بقى، وبعدين انا اللي هضربهم وكل واحد على حسب نوعه. لا يعني انا مش هسيب العيال دي النهارده يا معلم تيتي. انا اتكلمت، انا اتكلمت. وحس ربما ان بقى الاعتذار مرفوض يبقى كلكم مع بعضيك واصطفلوا مع بعض وهات لنا شاي. معلم وائل هتراهن على مين؟ ثانية واحدة قبل الرهانات وقبل أي حاجة، حضرتك يعني ما ينفعش موضوع إنك أنت تضربنا ده، يعني عيب، إحنا ممكن نتخانق معاك وممكن نضربك ونبهدلك وكل حاجة، بس إحنا مش جاهزين دلوقتي، أنا كان طول الليل حضرتك كان عندي جرد في المخزن، مش كده يا رمزي؟ هنعمل إيه يا؟ هيموت النهاردة. هنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ بعد إذنك، سيب لنا بس أسبوعين يا معلم مش يعني سيب لنا أسبوعين نتدرب فيهم حضرتك ونجيلك ويبقى نفس الوقت في نفس المكان بعد اسبوعين ان شاء الله ويكون المعلم مش استوى وطلب الاكل. خلاص عرفت، ما تيجي نجري احسن يا دول. لا نجري ايه، ما فيش وقت للجهد، احنا اتفقنا معاهم بعد اسبوعين. الاسبوعين دول بقى هنعمل فيهم ايه؟ هنتدرب في الجيم. يلا شيل الوزن اخرى. كفايه يا كابتن مش قادر. محدش يقول لي كفايه. انت زي ابو خرع من 40 سنه ما عرفش يشيل الوزن ده. جبت اخر يا كابتن. قوم قوم اتفضل. جبت اخري. روح العب على البتاع اللي هناك ديت. محدش يقول لي جبت اخري. الحق دولة ده ماسك كرباج يا عم. يعني احنا بدل ما كنا نتضرب في الخناقة هنيجي نتدرب في التدريب. يلا بينا. محدش يتحرك في الهنا. دخول الحمام زي دخول وخروجه. ايوه حضرتك احنا هنتكل على الله بقى، يعني احنا كنا جايين نتدرب يعني حضرتك. محدش يقول لي هنتدرب. ايه اللي حدد؟ طيب يا كابتن معصعص يعني احنا هنتدرب امتى؟ معصعص بدلعنا. يلا ما يقصدش حضرتك ما يقصدش ان هو يدل حضرتك، دي زلفة لسان. هو يقصد يعني يسألك احنا هنتدرب امتى بقى. انا اللي حدد، محدش يحدد. حاضر. انا كابتن عصوصة حايز على الاولمبياد كلها في العظمة الذهبية في اولمبياد بانا. محدش يقول لي امتى. حاضر مش هنقول لك امتى. طب امتى؟ طيب يا ابني كده امتى؟ مش هقول احسن انترفيو وبعدين تملوا الابلكاشه. حضرتك تقصد الابلكيشن يا دولا. ابلكيشن ايه؟ هي اسمها الابلكاشه عشان تبقى زي الدولاب كده زيهم يا عم. انت كويس هلا، انت كويس هلا ويجي منك هلا. طب حضرتك يعني يا كابتن انا كويس ويجي مني ولا ايه؟ كتر الكلام معاك كتير مش هجيب نتيجة. هلا حضرتك يعني انا هيجي مني ولا ايه؟ دي صورة حضرتك وانت من غير الكرباج. طيب حضرتك بالنسبة لنا يعني هنعمل ايه؟ المطلوب مننا عشان التدريب؟ حضرتك انا قبل كده اتدربت يعني كنت بتدرب جمباز، قعدت لعبت جمباز فترة طويلة يعني لعبت يومين مثلا، بس مرة وانا بنط من على الحصان على المرتبة ما لقيتش المرتبة فوقعت اصبت حضرتك. وانت هلا؟ انا اللي شلت المرتبه من تحتيه حضرتك. هو دول كنت عايز انام يا عم بقى. السؤال الثاني يا هلا، وخد بالك من السؤال الثاني عشان تحويس. ماشي حاضر حاضر حاضر. ما هي دوافع التدريب؟ حضرتك انا في عيال عكس اختي يعني حضرتك، وبعدين اتفقت معاهم ان هيبقى في خناقه بعد اسبوعين، فكان لازم ان انا اتدرب حضرتك يعني الاسبوعين دول حضرتك يعني. دوافع لا بأس بيها. حضرتك انا خطتي عباره عن ايه بقى؟ انا اخلي الخصم يقعد يضرب فيا لغايه ما يتعب، وبعد كده اقوم انا داخل منول ومنول ومنول وجايبه على الارض. محدش يحدد الخطه دي، استراتيجيتي انا. محدش يحدد. العب ده حاوي يا دولا، ده حاوي. استنى هيطلع نار من بقه. اصبروا. تعالى دوافع خالة. انا توافع تتريبي ان انا اتشغل عنده يعني، وهو هيطردني لو ما دخلتش مع الخناقة دي يعني حضرتك. دوافع لا بأس بيها، دوافع لا بأس بيها. من خليك يا كابتن معصعص. السؤال التالي وهو صعب قوي وهو خارج الاسئلة اللي انا كنت حاططها في الابلكاشة.
مين اللي كان بيلاقي اختك يالا؟ حضرتك مشمش ماجنس ولمونة حرنكش. يالا كشكش فسفس ولمونة مصمص. يالا فسفس حسحس ولمونة حرنكش. دي بقت معركتي يالا. يالا انتوا الاتنين على مشمش وانا سيبني على الكابتن املا. اطحن جامد يلا اطحن جامد عشان ده كله بقى يتحول للعضلات في الجسم عشان نعال الخناقه. دول هو الاكل الكتير ده هو اللي بيطلع عضله البطن. ايوه اول ما تطلع لك عضله البطن بقى اي بنيه حد منهم يديها لك ايده توجعه يلا. الا ما بان عليكوا تمرين ولا حاجه، امال فين العضلات؟ عضلات يا ماما العضلات دي موضه قديمه، احنا دلوقتي بنربي عصب الاول. ربي يلا ربي. دول على فكره في انا حاسس ان عضله الرجل بتاعتي بقت ضخمه قوي على فكره. كويس يلا، لان كده عضله الرجل اما تيجي تضربهم بالشلاليت يا نهار اسوح رجلك ما جرالهاش حاجه. وكل عظم يلا كل عظم. عادل عادل البتاع دي انا هعمل بيها ايه؟ هعملها شوربه ولا هقلي بيها سمك بدل الدقيق؟ النبي يعني خلت معادل اعملي طبقين كده بس حط عليهم شويه جوز الهند كده وزبيب. يا غبي غبي يلا انت فاكرها مهلبيه يلا. لا ده ما بيتعملش كده خالص. بص يا ماما اعملوا لنا سندوتشات ناخده معانا واحنا رايحين الجيم. حاضر يا حبيبي. عادل يا عادل الكالوريز اللي في الباودر ده لازم يتحرق والا هيعمل ترسبات على الكبد. خلاص يا رانيا نبقى نبلع لهم يا دول بقى يعني قرصين فحم كده. لا انت ابلع كميه فحم كبيره. وبص الكبريت ده خده ولعه وابلعه بعد الفحم ده يديك طاقه يالا. انا الخناقه ميعادها امتى ان شاء الله؟ في القهوه. بتسالي ليه؟ عشان نيجي نتفرج او نعزي. بس مش فيكم طبعا، فيهم اكيد يعني. هتعزوا فيهم ان شاء الله قريب. يلا كلينكس كلينكس بسرعه. زورت زورت زورت. اكيد بلعت العظمه يا غبي يا غبي، قلت لك قرقشها الاول. بتتعامل مع الاكل ككلب. يلا السلام عليكم. سلام يا ياسمين. عادل عادل ايه يا ماما؟ خد سندوتشات البودر. كويس هي سندوتشات اللي يفضل نبقى ايه ناخده. يلا استنى يلا طمني انت خسيت ولا ايه؟ طب والعضله دي كده دي ولا بسرعه؟ ما هي زي دي انت بتترعش يالا كده. هايل 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 احنا وصلنا لمرحله عضليه في زمن قياسي. ده فاضل له كتير بقى ده لسه طبعا. حضرتك يعني ايه؟ دولا انا سعانة دولا بقى ما تخلوهم يوطوا التكييف ده دولا. يا ادم انا قلت لك البس بلوفر تحت الفالينا انت ما بتسمعش الكلام. هو ده المطلوب هو ده المطلوب كده. وصلنا لمرحلة ان احنا ممكن نتضرب 8 ساعات دون اي ارهاق. حضرتك نتضرب 8 ساعات ازاي؟ هو احنا كنا بنتدرب لمدة اسبوعين عشان نتضرب. دي استراتيجيتي، محدش يدخل في الاستراتيجية بتاعتي. كابتن معسعس انا جسمي مش حاسس بيه والله. هو ده المطلوب هو ده المطلوب. ايوه انا الخطتي اللي قبل كده الخصم يقعد يضرب 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 لحد ما يزهق. اول ما يزهق هيمشي ويسيبك. حضرتك يعني بس دي خطه عجيبه يعني. ولا خطه عجيبه ولا حاجه، دي كانت خطتي مع الكابتن امله. يفضل يضرب 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 يضرب. ايوه بس للاسف ما زهقش مني. هراني ضربه وافتر عليا. معلش معلش الحمد لله الحمد لله. يعني حضرتك تفتكر يعني يا كابتن عصعوسة ان شاء الله خير يعني؟ ان شاء الله باذن الله هنسمع سمع خير او نسمع سمع هس. طب يا كابتن عصعص يعني انت مش جاي معانا الخناقه بكره ولا ايه؟ مين اللي يروح معاك انا؟ مين اللي يروح؟ انا ما بروحش اي حته
الكابتن اهم لو ممكن افتر عليا. كابتن اهم وصل. سناء منك لله، خلي بالك من نفسك يا ياسمين. رانيا خلي بالك من ياسمين. ماما لا لا يا عادل بلاش، ما تروحش الخناقه دي، انا خايفه عليك. ما تخافيش يا ماما، ما تخافيش، يعني هيحصل ايه؟ سيبيه يا ماما، سيبيه يروح ياخد لي حقي، هو مش راجل ولا ايه؟ ما بصي ما تستفزني زياده، ما انا مستفز، انا هعمل ايه؟ ما احنا رايحين نموت اهو. نقنو انا كنت عايزك يعني تفتكري اني كنت شهيد حبك يا نقنو. يا حبيبتي يا قمر، يا احلى حاجه في الدنيا كانت عندي يا رب. يا غبي يا غبي يا غبي، ما انت شايفني رايح اتهبب اهو، رايحين نضرب العيال اللي يعني عكس اختي، انت جاي بتعاكسها قدامي يا غبي. يا دولا بقى يا عم بقى، وبتزق كمان يا دولا، وانت كل يوم يا عم تدب لك خناقه علشان اختك اتعكست يا دولا، انت كده هون يعني هتتخانق مع طوب الارض. اخرس اخرس، دول بيعاكسوني عشان انا مش معبراهم ولا بصالهم يا حقير زيك كده. عادل لو سمحت انا عايزه تذكار من المعركه اللي انت رايحها. تذكار يعني اجيب لك مطوه بتاعه الخصم مثلا؟ لا لا لا، انا عايزه بيس اوف الملابس بتاعه الخصم علشان افرح بانتصارات جوزي. خلاص نجيب بيس، فكرني نجيب بيس ده. حاضر دول. عادل لا استنى، انا جايه معاك عشان اشوف طاري وهو بيتاخد. يعني انت هتيجي معانا؟ هترجعي مع مين حضرتك؟ معاك. لا ما احنا احتمال بعد ما نخلص نطلع القصر العيني من بره بره يعني. لا خليني احسن. على فكره نقنو انت ممكن تتفرجي عليه في التلفزيون، الخناقه هتتذاع على فكره. يلا السلام عليكم. عادل عادل بلاش يا ابني، اغزي الشيطان واقعد. خلاص يا ماما خلاص، سبق السيف العسل. طب خد الحجاب ده، خده عشان يحرسك يا حبيبي. ماما ماما ابقي افتكري ان عندك. يلا يلا يلا. عادل عادل باي عادل باي. الو بوليس النجدة، ولعنا النار وكسرنا عين الشيطان، عندك اتنين عناب لأحلى اتنين شباب. بدوي بدوي بتهوي على ايه انت دلوقتي؟ واحنا لسه ضربنا. سيبنا يا ابني سيبنا. خليه هوي يا دولا، ده انا هموت من الحر. يا ابني انت كده كده هتموت من الحر، من البرد كده كده هتموت. لحظة بقى يا معلم تيتي، رهان على مين يا باشا؟ ده اسأل يا اهبل، بيش مش وحران كشفار. ولا بيش مش وحران كشفار. ايه دولا ده؟ هو مفيش حد خالص بيقول دولا ورمز ليه؟ ايوه يا ابني، ما الناس مش عايزه تخسر فلوسها. طب لحظه واحده دولا، ولا حته امورنا بكراتش. مش وحرنكش. مش وحرنكش. يا غبي يا غبي، ما هو ما عندكش ورثه ياخدوا الفلوس دي لما انت تموت يا غبي. اهلا بيكم يا رجاله، اهلا بيكم في الخناقه الكبيره الكبيره قوي اللي الجيزه كلها هتتكلم عليها. يا نهار ابيض، يا ريتنا كنا نبقى موجودين اما الجيزه تتكلم نعرف هيقولوا ايه. كده كل الرهانات وصلت والان تبدا المعركه. يلا محمدي. محمدي جد. ايه ده ايه ده دول؟ هو مكتوب ايه؟ مكتوب الجوله الاولى والاخيره. ما تخافش يلا، ما تخافش يلا، كده كده هنموت عادي. توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا على الله. الجوله الاولى. اعمل نفسنا مش واخدين بالنا، ماشي كاننا بنتفرج على البحر عادي. دولا دولا انا مش حاسس بكتفي اليمين، انا مش حاسس بحاجه خالص. يلا نط في الميه، يلا نط في الميه. لا هنغرق يا دولا. ما كده كده هنموت. يا دولا طب خش انت. طيب يا دولا خش يا عم، ده العمر قصير قوي. دولا بس عشان تضربونا براحتكم بعد اذنك يا كابتن. هموت في ايده، هموت في ايده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. برضه يا مشمش انت وحنكش، ده انتوا مسجلين خطر. وعلى فكرة المرة دي مش معاكسة، ده اعتداء بالضرب على المواطنين. خد معسكري على البوكس. بعد اذن حضرتك ممكن اركب البوكس؟ اتفضل اتفضل. يلا يا بوكس يلا يا بوكس. انسحاب انسحاب. بنسجل ونؤرخ انسحاب مشمش وحرنكش، هو فوز تاريخي وغير متوقع وعالمي لعادل ورمزي.